عمليا ياك المدة اللازمة لشحن المكثف هي 5 طو، دلتا تي ولا اللي بغيتو نتوما، دلتا تي كتساوي هذه 5 طو. 5 طو هنا في الشكل ديالنا فين يبقى لنا ثابت، فين يبقى لنا تقريبا ثابت هنا، هذه هي 5 طو، فين يبقى لنا كونستون غتبقى لنا 5 طو تقريبا 5 المرات تعطينا هذه القيمه ديال الطو. الوغ قلت عمليا قلت المده اللازمه لشحن المكتف هي 5 طو. حنا ملي كنقولوا هذه تي انفيني، تي انفيني بالنسبه لنا هي من 5 طو الفوق. حنا يعني كنقولوا مثلا تي انفيني يعني من 5 اكبر، فوالا اكبر من 5 طو. حنا هذا هو تي انفيني بالنسبه لنا. او شي مرات يقول لك مثلا نضع قطع التيار ك في الموضع رقم كذا في واحد ولا في جوج لمده طويله، معنى ان المده طويله مقصود بها على انها تفوت لنا 5 طو باش تكون كافيه مثلا لشحن هذا المكتف، يعني احنا غير من خلال التعبير اللي غيكون عندنا. انا قلنا 5 طو هي المده الكافيه للشحن، بالتالي الطو ما بين 0 و5 طو بالنسبه لنا اصغر من 5 طو. 5 طو ياك هنا 5 طو غتكون او يعني او سي تكون محصوره ما بين شنو كبير من الصفر وصغيره من او، شنو كنسميو هذا؟ نظام انتقالي. شكون قال دائم؟ هذيك نظام دائم سافودير يبقى لنا كونستون، نظام انتقالي وكنا كتبناه. ولوغسكو تي تكون كبر او تساوي 5 طو هنا او سي غتكون ايغال لو او سي اون كونستانت، هذا كنسميوه نظام دائم. ومره اخرى نعاود ونعاود على انه نظام دائم يعني المقدار ديالنا يبقى لنا ثابت، انتقالي المقدار اللي كندرسوه يكون كيتغير، هذا هو المقصود بالدائم والانتقالي. يلا ناخذ هذا الشيء، بعد هذا نعلو ديك التسميه ديال ثابته الزمن. مادام انها سميناها ثابته الزمن يعني عندها علاش، يعني بالنسبه لنا تعليل الا بغينا نقولوا وعلاش كنسميوها سيدي ثابته الزمن. طو هي ار سي ياك، طو هي ار في سي، هي ار في سي. البعد، البعد كنديروا له اونتر كروشي بحال هكا، هذا كنقصدوا به البعد، غادي يكون هو البعد ديال ار في البعد ديال سي. ناخذ كل وحده بوحدها. بون حنا باش نبحثوا على واحد البعد ديال مثلا واحد المقدار نمشيو لهذه لواحد العلاقه اللي معروفه عندنا، تكون عندنا شي علاقه بلو سامبل معروفه اكسيتيرا. ار كنوجدوها في قانون اوم، فوالا قانون اوم هذا هو السهل، هذا هو السهل بعدا قانون اوم. اذا هنا غادي نقولوا حسب قانون اوم لدينا غير هكذا او كتساوي ار اي، يعني ار هي او على اي ياك، وبالتالي البعد ديال ار غادي يكون كيساوي البعد ديال او على البعد ديال اي. بون هذه يا سيدي انا لقيتها ماشي مشكل صافي، غادي بلاتي نجي نعوضها هنا. عاوتاني نشوفوا شي علاقه اللي لقينا فيها احنا السعه، احنا غير وحده اللي عرفناها اللي هي اي كتساوي كي على السي، صافي احنا هذه اللي عندنا. عاوتاني يا سيدي عندنا عندنا ولادي او كتساوي كي على السي ياك، وبالتالي سي كتساوي كي على او. يعني البعد ديال هذه. وثاني باش نزيد كي حتى كي نقدر هي شده التيار في مده زمنيه، هي شده التيار في مده زمنيه، يعني كي هي اي في تي مثلا مده زمنيه على من على او، يعني وبالتالي البعد ديال السي بعد ثابتة السي ولدي غيكون عندنا البعد ديال ثابتة السي غيكون هو البعد ديال اي في البعد ديال الزمان على من على البعد ديال اي. لما نعوضوا يعني طو اذن بالنسبة لنا طو غادي نكتبوا البعد ديال اخ هو اي على اي،
في اي في تي على اي، كلشي تختزل وغادي نلقاو على ان البعد ديال طو هو البعد ديال تي، وبالتالي ثابته طو لها بعد الزمن ولهذا تسمى بثابته الزمن. كيقول لك حدد البعد ديالها وعلل تسميتها، علاش سميناها بهكذا؟ واحد مده يعني واحد المده زمنيه واه خلالها قلنا كيتملا ما كتبتهاش قبيله تملا بنسبه الملء ب 63%، قلتها قبيله غير باش نكتبها نسيتها. قلت لكم هذا تعريف جديد ديال طو ديك النسبه، ولا ديك النسبه ديك ديال 63% قدامها كتبوا على ان طو هي المده الزمنيه، ياك، حيث يشحن المكتف بنسبه 63%. صافي. وفي النووي شنو قلنا؟ هي مده زمنيه حيث النسبه المتبقيه من نوى المشعة شحال تكون؟ 37%. ايوا فوالا بحال هكذا. يلا ناخذوا الذي هذا، وهنا في الاسفل كتبوا على ان ثابته طو لها بعد الزمن لهذا تسمى بثابته الزمن، والوحده ديالها في النظام العالمي بطبيعه الحال غتكون سكوند. تتساليو كتبوا على ان الثابته طو مازال ما كيتساليو كتبوا الثابته طو ياك لها بعد الزمن، وحدتها في النظام العالمي هي سكوند لهذا تسمى بثابته الزمن. عندنا او سي هي او عامل واحد ناقص اكسبونونسيال موان تي سيغ تو كاكتا. هادي شوفوا مزيان، واخا سهله ما تمشوش بها، داكوغ كنقول واخا سهله ما تمشوش بها سيروا بهادي. يقول لك حدد بعد ثابته طو سيروا بهادي، طو هي اغ سي ونمشي غير نفسها نعاود لها. كاين ولادي اللي كيمشي بهادي كيقول لك الاكسبونونسيال ما خصوش يكون فيه البعد، يعني خصو غير عدد، خصو يكون عندنا عدد. دونك باش يكون عندنا عدد خص تحت هذه تكون عندها الوحده ديال الزمن. صافي، كاين تي الفوق كاين تي طو لتحت، واه درنا حتى في النووي. بصح من الافضل بنتي واخا هذه سهله ما تمشوش بها، سيروا باغ سي. و اي دو تي شده التيار. بون ناخذ وحده بوحده ما كيهمش، على ثلاثه ولدي هنا. عندي او سي دو تي، قلنا هي او عامل واحد ناقص اكسبونونسيال موان تي سيغ تو، ياك هذا هو اللي لقينا حنا. او سي دو تي هي واحد ناقص اكسبونونسيال موان تي سيغ تو. المنحنى ديالها نعاود نرسمو، ساهل رسمناه. غيجينا سيدي او بدالة الزمان دالة 4999 حتى القيمة او وتبقى لنا ثابته. هذه او دائما هنا اون فونكسيون دو تي، هذه او سي. كي دو تي شمن علاقه عندنا؟ يعني هذه تضرب في سي، العلاقه ديالها غتكون كي دو تي المعادله ديالها غتكون هي سي في او عامل واحد ناقص اكسبونونسيال موان تي سيغ تو. هاد سي في او في نظركم شنو كتمثل؟ سي في او واه كتكون اكبر شحنه اللي غادي ياخذها المكتف. هنا عندي شحنه يعني خص سي او غتكون شحنه. هذا او توتر، او راه توتر من خلال الهوموجينيتي ديال العلاقه. اذا سي في او هي كتعبر على اكبر شحنه اللي يقدر ياخذها المكتف، او الشحنه القصويه اللي غياخذها المكتف. المنحنى ديال هذه كيشبه هذا، يشبه هذا بحال كيو ماكس ولدي، بحال هكا بحال كيو ماكس. هنا غتكون كيو بدالة الزمن، كيو بدالة الزمن غتجي حتى هي بحال هكذا تصعد وتبقى لنا ثابتة. لما تبقى لنا ثابتة هذه القيمة اللي هي ثابتة ماشي او، هي سيدي نسميوها حنا كيو زيرو اللي هي سي في او. كيو ماكس، كيو زيرو ولا كيو ماكس ولا ما كيهمش، اللي هي شدة الشحنة في النظام الدائم، هي الشحنة ديال المكتف في النظام الدائم بحال بحال. حتى هنا بحال بحال، هنا
هذه فين وصل؟ شحال غتكون عندنا؟ خمساتو باش نتفاهموا. حتى انا سيدي خمساتو تومي بيانيا سي لا ميم شوز، تيقع مع هذا المنحنى ونسقط. بالنسبه 0.63 كيو زيرو حال بحال، انا عندي نفس العلاقه، غتكون هنا كيو زيرو، هذه كيو زيرو غتكون 0.63 كيو زيرو سي لا ميم شوز. اعطوني منحنى هذا ولا هذا نفس الطريقه، غير هنا كنستعمل او، هنا غادي نستعمل الذي سي في او صافي اللي هي هذا الاخرى. بقى لنا سيدي شده التيار، قلت كيو زيرو هي اكبر شحنه ولا الشحنه القصويه للمكتف ولا هي شحنه المكتف في النظام الدائم كيف ما بغيتوا تسميوها. كيو زيرو انا نكتبها هنا كيو زيرو اللي هي سي في او، ياك هي سيدي اكبر شحنه، الشحنه القصويه للمكتف هي الشحنه او شحنه المكتف القصويه، الشحنه القصويه للمكتف ولا سيدي هي شحنات المكثف في النظام الدائم ديالو. بالنسبه لاي دو تي اش من علاقه عندها اي تي؟ هي اما تكتبوها ولادي دي دو كيو سور دي تي او سي، استعملناها قبيله سي دي دو اي سي سور دي تي. اما تشتقوا هذه خير القنت اي هذه ديال المكتف، ديال المكتف اي كتساوي دي دو كي سور دي تي، و كي كتساوي سي في او ديال المكتف، والمشتقه ديالها كتعطينا سي دي دو او سي سور دي تي. يعني اما تاخذ هذه ونشتقوها ولا ناخذ المشتقه ديال هذه ونضربو في السي كما بغيت، بحال 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 نديرو المشتقه هنا ونضربو في السي، ولا نشتقو غير هذه غير بحال بحال لان هي مضروبه في السي ديجا. الو الاشتقاق ديال هذه شنو غيعطينا ولادي؟ يلاه اي سي، يلا عطونا نديرو المشتقه مثلا هنا هنا ياك سي او. شوفوا مزيان سي او سي اون كونستانت، المشتقه ديال واحد زيرو، المشتقة ديال هذا الموا مع الموا غتعطيني واحد على طو اكسبونونسيال موان تي سور تو. تو شنو هي تو؟ هي اخ سي، واحد سي تختازل ياك، تبقى لنا او على اخ اكسبونونسيال موان تي سور تو. ها هو اي تي، هذا ما كاين، او على اخ اكسبونونسيال موان تي سور تو. لما نجيو للشكل ديالنا باش نرسمو اي بدلاله الزمن، اي اون فونكسيون دو تي، تبعو تبعو شويه هنا في تي قال زيرو باش يبدا اعلى اغ، يبدا هو باعلى اغ منا اعلى اغ هو اي ماكس، هو اي زيرو صافي، هو اي زيرو بالنسبه لنا هو اي ماكس. ها الى عقلي شويه كنا نديرو قانون بويي ياك، وكنا نلقاو اي كتساوي او على اخ. المهم هذا راه شده التيار. هذا سيدي غتجي نازله في تي انفيني اكسبونسيال موان انفيني شحال؟ زيرو. يعني هذا المنحنى يجي نازل هكذا حتى يمشي للصفر فوالا، حتى هو ينعدم، ينعدم فاش؟ خمساتو، ينعدم في خمساتو. وإلا بغيت طو مبيانيا نمشي بالنسبة المئوية شحال تكون؟ 0.37 أو تعوضوا غير هنا، تقول لكم إكسبونونسيال موانزا، إكسبونزا موانزا 0.37 0.37 غتجينا كيلكو باغ لا 0.37 اي زيرو، وندير الاسقاط بحال هكذا. هذه كتشبه شنو كتشبه؟ كتشبه النووي ياك، ما عرفتي؟
كاين اي هاي المعادله تاعها قبلتي ما جاتش نو المعادله تاعها ني وهي عندي الاشتقاق وضعتني بنتي هنا وبالفعل شده التيار كتبدا قصويه صافي غير كتغلقي كتكون شده التيار قصويه هنا هذه غتكون طو وإلا استعملتو هنا المماس المماس غادي يكون عند التيكال زيرو هنايا نجي بحال هكذا المماس هنا وتقاطع مع هاتي بحال هكذا ولاتي كتقاطع في طو هذه كتشبه النووي صافي هذه كتشبه بحال الشكل ديال النووي عندنا ابتهاد الداله ياك غادي نديرو تي قال زيرو في تي قال زيرو تعطيك اكسبونسيال زيرو اكسبونسيال زيرو شحال؟ واحد غادي يبدا باعلى اخر تي انفيني اكسبونسيال موال انفيني سي زيرو اذا سيدي غادي يجي هكذا وهادي ما تجيش خطيه حيت فيها الاكسبونسيال صافي غادي جينا بهذا الشكل هادو لا ها انت شوفي مزيان في تي قال زيرو بنتي في تي قال زيرو غادي يكون هنا واحد واحد ناقص واحد صفر يبداو من الصفر ها هو ياك في تي انفيني هذا ياخذ صفر تبقى لي سي او يعني غتصعد للسي او هكا باش نعرف انا الداله عندي كنتعامل مع الداله بنتي ماشي علاش كنقولوا دابا حنا يعني داك الشيء اللي كنا شفناه بالنسبه لنا اللي كنا شفناه مثلا في الدراسه التجريبيه حنا كنعطيو دراسه نظريه وما خصش يكون التناقض ما خصش يكون بنتي التناقض بالنسبه لنا